طبعا هذه الاحداث لم تكن الاولى بل كانت الاخيره لما نتج عنه اليوم او في الساعات المتاخره من الليل. كل تلك الاعمال التي حصلت في استهداف المقر الحزب الديمقراطي الكردستاني قبل يومين، وكذلك ايضا لاستهداف مطار او مصالح الامريكيه في المنطقه الخضراء، وكذلك تحالف تقدم، ومن ثم استهداف ايضا لعضو في تحالف تقدم هو عبد الكريم عطان، تاتي كل تلك الاستهدافات نتيجه الاحتقان السياسي الذي حصل ونتيجه ذهاب البيت السني مع التكوين الاغلبيه الوطنيه التي دعا اليها مقتدى الصدر. ربما تكون بعض التسريبات اذا استمرت او اصر التيار الصدري على مشروعه او ان يمضي مشروع الاغلبيه، ربما ستتطور الاحداث وستاخذ منحنى اخر وسيكون هنالك استهدافات اكثر اذ بقي الحال على ما هو عليه، خاصه يعني العاصمه في بغداد ربما غير مستقره منذ اكثر من 3 ايام نتيجه الاستهدافات المتكرره، ربما اصاب على الاتهام وربما تشير الى بعض الجهات التي لا تريد ان ترضخ لخسارتها، او ربما الجهات التي لا تريد ان تتقبل او ان تخرج من السلطه كما كانت عليها في السنوات السابقه، كانت لديها الوزن الكبير لما تمتلك من اذرع عسكريه ومن اجنحه عسكريه في الساحه العراقيه. كل تلك التهديدات تاتي نتيجه الاحتقان السياسي التي حصلت نتيجه عدم التفاهم بين الفرقاء وبين الحلفاء في الساحه السياسيه.